قول لي هاني بيه خميس بيه. اتفضل. موجود. يا عم احنا ايه اللي جابنا هنا؟ يا بني ادم لازم تلبس وتتهيئ عشان تقابل راجل حماك. دول ناس اكابر هتروح لهم هنا. قالت انت كمان هو راجل بلبسه؟ احسن تسكت اسكت اسكت خليني اتصرف. خميس؟ اهلا بهاني. اهلا يا خميس. طبعا الدكتور كمال صاحبي عارفه. اهلا اهلا. احنا عايزين بدله وجزمه وشراب واخر انتاك الكمال عشان في موضوع عائلي كده. اخصى لك سيفك. قوي قوي يا خميس. اتفضل. 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 اتفضل معايا. اتفضل. ده اللي انت عاوزه. ايه رايك في البدله دي؟ زي بعض زي بعض بقى كويس. ايوه بس يمكن تطلع ليك قصيره شويه. لا ما انا يعني حددل نفسي فيها حتى الواحد يبقى شكله طعم وهو ماشي مدلدل كده. يلا يا جدع اسحب له جزمه. قوي قوي قوي. 41. مش فيلا حلاوه بيل عن تابلي؟ ايوه. نقول له مين؟ لا هو الحقيقه ما يعرفنيش. قول له كمال. حاضر اتفضل. هقول للمعلم. معلم ايه؟ بقول لك عايز ساعات البيت. اهلا وسهلا. حضرتك عايزنا؟ لا مستناش. انا عايز حلاوه بيل عن تابلي. اهو احنا ابن حلاوه بيل عن تابلي. مش هنا نمره سته؟ سيادتك حلاوه بيل عن تابلي؟ قلت لك احلف لك بالطلاق. طلاق؟ لا يا فندم صادق صادق. لا مؤاخذة حضرتك عندك بنت اسمها نورة؟ انت تعرف نورة؟ لا. ايوة ايوة فندم انا زميلها في كلية الزراعة. كلية الزراعة؟ في كلية زراعة ايه بس كلية الـ ايه كلية الـ كلية الطب يا فندم. احنا في كلية الطب مع بعض. هي كلية الطب. اهلا وسهلا. خير خير اللهم اجعله خير. هو في الحقيقه انا يشرفني يا عمي اني اتانس واطلب ايد بنت ساعتك. عايز تتجوز نوره؟ لا انا عايز اخطبها بس يا فندم وبعدين يبقى الجواز ضمنا بعد كده في المستقبل. انت قلت لي بتشتغل ايه؟ في كليه الطب. عميد مدير استاذ؟ لا يا عمي اقل شويه. انا زي ما تقول كده زميلها. تلميذ يعني؟ تقريبا. واهلك ما جوش معاك يخطبوها ليه؟ لازم والدك مشغول جدا. صاحب املاك؟ نعم. يعني عندك اراضي مصانع عمارات؟ لا يا عم احنا بتوع القانون 83. انا والدي موظف. موظف بيشتغل ايه؟ محضر. انت سمعت على حلاوه العنتابلي؟ حلاوه العنتابلي مين يا فندم؟ احنا. لا ما باخدش بالي. لا مؤاخذه اصلي ما بقعدش على قهوه يعني. طب اخويا احب اعرفك بقى بحلاوه بيه العنتابلي. احنا ولا فخر مليونجي عم جزرين ملك اللحمه. عارف هي ايه اللحمه؟ اعرفها طشاش الحقيقه يعني. اخر مره كان يوم 4 يوم 6 مش فاكر بالظبط. بطل استعباط يا علي. الله جرى ايه يا عمي؟ حضرتك طماع وهونطاجي وجاي تحرجم على القرشينات. لا روح والدك. لا ده يا عمي انت مش واخد بالك. ده انا بينتظرني مستقبل باهر. باهر بكام؟ انت عارف اقل صبي عندي بياخد كام في الجمعه؟ 45 جنيه يعني 180 جنيه في الشهر. ده غير اللحمة. بس يعني امشي اطلع برا. مش كده يا معلم. برا برا فين يا معلم؟ برا.
مد ايدك يا حاج دبلي، ومش عايز اشوف خلقتك هنا نهائي ولا انا عن دبلي. يلا بدك تتبعها يا بابا. كلها كام سنه ويبقى دكتور وليه مركزه؟ الكلام ده كان زمان وجابر، دلوقتي قرشك هو مركزك. الظاهر الواد ده جاي وحاطط عينه على القرشينات، عايز يلهفهم. قرشينات ايه بس يا بابا؟ ده شاب كويس جدا. يعني اتكلمتوا مع بعض ومتفقين يا بابا؟ ما هو ومش بعيد تكونوا بتحبوا بعض ويكون وكلك اسطوانتين عشان يلبش افكارك. يا بابا اسمع. اسمعي، انا دخلت كليه الطب عشان يقولوا حاجه واحده بس، بنتك الدكتوره راحت، بنتك الدكتوره جت، انما الظاهر انا كنت غلطان. يا بابا ما حصلش حاجه لكل ده. حصل ولا ما حصلش، خلاص فينيتو. من بكره مش هتروح الكليه، وانس الدكتوره دي نهائي. عليا النعمه الدنيا اتقلبت بقى، الراجل الجزار مش عاجبه الدكتور. هو يعني هيعمل ايه بالدكتور؟ هو عايز تاجر مواشي جزار لحمه جملي؟ بالك يا خميس. بالك النهارده الناس ما بقتش تحترم غير القرش. القرش؟ انما يا جماعه مش عايزين نتكلم في الموضوع ده. ورحمه امي هو الخسران. عارف انت لو امي عايشه كنت اجوزها لك وهي الكسبانه. بس بقى لا اديك مفك في خلقتك. حلوه حلوه حلوه، طالعة من بقك زي الشهد. الله، الدكتور بقى يتكلم بلغوتنا يا جدعان، بدل ما يقول مشرط ما يقول مفك. والنبي هتوصل، والنبي لا توصل. روق الاناني امال يا دكتور، روق وتوصف اياتها حاجه، والنبي انت حيل. ادخل يا فالح، ما ناخدش من وراه غير قله الراحه. كل سنة وانت طيب، قصدي بعود الأيام. بعود الأيام سنة عندك. حضرتك شارب؟ شارب ازاي؟ أنا كويس أهو، بس بيتهيألك يا عبده. بيتهيألي وبتستعملني كمان يا كلب. ايه ده يا عبده؟ يا عالم ايه الغلط ده طيب؟ يا هو يا خلب، تعالوا شوفوا يا فندم جاني سكران. ايه لا يا عبده ما صاحش، الدنيا نهار، الدنيا ليل والناس بتاكل، الناس نايمه. وكمان ما انتش قادر تصمد طولك يا خبر. يا عالم يا هو يا خالي، تعالوا شوفوا النكبه اللي انا فيها. التلميذ اللي انا بنزف عليه ده المهم جاني سكران سكران. يا بابا ما صاحش، نخش شقتنا ونتعتب جوه. انت قمت تعتب العتبه دي تاني؟ وصباح رباح. لا يمكن يا نهار، ده لا يمكن ياكل لقمتي. يا عم يعني لقمه القاضي يا خي كده. طب امشي اخرج من بيتي يا كلب بره. معلش يا كمان، الظاهر انه متضايق واعصابه تعبانه شويه. تعالى معايا يا عبد الصمد افندي. اجي فين؟ عاوز ابوظ العيله ترنهم بايظين. اتفضل يا ابني تعالى بات عندي. انا همشي، انا همشي خالص، انا ماشي. يا صباح الخير يا اللي معانا. يلا كمان خد امسك. عجبكم اللي عملتوه فيها امبارح؟ قال خمسه فرفاشه قلبت ب 15 غم. وانت ايه اللي نزلك؟ ما بتش هنا ليه؟ يلا بقى. بقول لك ايه يا خميس؟ اخبار الصوره معاك ايه؟ وبعدين؟ الله زعلان ليه؟ انت هتنسى الصوره؟ مش ابوك بيشتغل صوراماتي؟ وانت اسم الله عليك ابوك الكونت ديمونت دي محضر. يا سيدي انا قصدي عامل ايه معاه؟ لا بشوفك بتحتك بيه ولا هو بيحتك بيه، اشمعنى انا يعني؟ شوف، طول ما انا ما بطلبش منه فلوس فاحنا اصحاب. قاعد انا في الاوضه اللي على السطوح ديت وبالتلات جمعه ما بشوفوش. بيقول لك ابني مجدع تلميذه بيكسب وفالح، تلاقيه بيخبط ابوك. ابويا؟ اه. تلاقيه بحث واستقصى وعارف انك فين وجاي يصلحك. طب اسمع، انا هاتل عليه عشان ما اعملهاش تاني. ايوه ايوه يا عم عبد الصمد. اهلا يا عم عبد الصمد. السلام عليكم. ايه مالك؟ انا سبت الاوضه بتاعتي وجاي الدلع عندك يا خميس. تدلع عندي؟ ليه يا اخويا؟ دي ده موضوع كبير قوي، خلاصته انهم في البلد عايزين يقتلون. قال ايه؟ عمي زبطوه مع مرات عويس، فجماعه عويس قتلت عم، وقال ايه؟ عايزه تقتل ثلاثه كمان، اني اولهم؟ طب عمي وفلات
ادي ذنبي ايه يعني؟ لا على المهم انت جرش معانا هنا، هتفتحها ملجأ خميس. سلام عليكم. خد ايه؟ ايه ده؟ هتروح الكلية كحيتي؟ افرض عوزت سندوتش كوباية شاي. هتصرف عليا يا خميس؟ هو انا لسه بصرف؟ ما انا بقى لي 4 ايام باكلك وبشربك اهو. انت هتجرشني؟ خد مش عايز. خد يا جدع خد، خليني اروح الكليه، اطلع لي برشين من هنا ولا من هنا، اتكل على الله. مع السلامه. وانت ولع واصطبح. سي كمان، سي كمان. انا فاطمه الدادة اللي في بيت التنوره، وبحت انا عاوزاك ضروري. عايزاني فين؟ في البيت. ايه؟ والنبي لا تيجي لحسن تجرى لها حاجه. طب وابوها؟ احنا عاملين حسابنا على كده. كمان كمان وحشتني قوي يا كمان. وانت كمان، بس ما تعرطيش. كل حاجه وليها حل ان شاء الله. يا رب يا كمان يا رب. فاطمه يا فاطمه، يا خبر اسود ونيل. بابا. مين؟ بابا. بابا ماذا كدبحمه؟ اروح فين؟ طيب بس هو يوم منيل من اوله، يوم منيل من اوله. فاطمه يا حول، الدهره الدهره بسرعه. يا فاطمه ايه بنادي عليكي ما بترديش ليه؟ جرالك ايه انت؟ لا مش انا. انت بتعمل ايه هنا؟ لا انا ده هياخد اروانه، كنت نسيت الاروانه في الاراضي. انت يا كلب بلاش يعني، العهد بيه رجل المعرور. انا هقتلك، انا هدبحك. اجي فين؟ تعالى هنا. وعده وكهبه ولا ايه؟ رايح فين يا فاطمه؟ تربيش الباب كويس. اسيبه ازاي؟ دورك انت بعدين لما اخلص منه. تخلص من مين؟ هي سايبه. اوعى بس حولك على حاجه. تعالى هنا اهو. شوف ما تلفليش وتدور. عتبلي انا هفرجك. انت بتشمر ليه؟ انت هتودي نفسك في داهيه عشان واد رقيع زي ده؟ انا رقيع. تعتدي على حرمة بيتي يا سافل. تعالى هنا. سيب يا ابني. يا بابا سيبه سيبه. لازم اخلص عليه، لازم اموته. يا نهار احوس، يعني كنت هتضيع عوارتك. خد البس. انت بتضحك؟ امال عايزنا انتم؟ المهم هنعمل ايه دلوقتي في الواد الدندان اللي ما جاش لحد دلوقتي؟ اي والله ايوه، ده احنا جعانين. ما تيجوا ندور عليه. هندور عليه في ايه؟ هنقعد نخبط على البيوت وما حدش يكسب بالك يا جدع. بقول لك جعان جعان اهو، ما لقيناهوش نروح للواد هان نرمي جتتنا عليه يمنجهنا والسلام. يلا كل واحد وطص وشه بشويه ميه. ارمز لي بعينيها يا جدعان. يا حلو انت يا حلو. خف يابا خف، الرقصه دي بتاعت هاني، ده هو اللي عازمنا. اه مساء الخير يا كابتن هاني. مساء الفل. مساء الخير. يوم العشاء يا سي هاني، يا منقذنا. انا اصلي متريش اليومين اللي فيهم بابا وماما متصالحين، بيبقوا قلع عن ايام، بيدوني فلوس بالقطار. انما اليومين اللي فيها ماما وبابا متخاصمين، باخد فلوس بالكوب. اصل كل واحد منهم بقى بيديني الفلوس من ورا التاني عشان يكسبني الصف. وتطلع انت بالقبيه. فل عليك. اشرب هاني بيه، اشرب. صحتك. صحتك. اللهم عافنا على امك وابوك يا رب.
اهلا يا ساندي، اتفضلي. مساء الخير عليكم. مساء الخير يا قشطه. صاحبك؟ اه كمال، صديق جديد معاكم في الجامعه. هو لحد امبارح كنت في كليه الطب، ابويا بقى حب يصحح اخلاقي فطردني من البيت، فبدل ما اروح الكليه اقوم اجي في محل مهبب زي ده واقعد مع واحده من عيله في 60 نيله زي حضرتك. ما انت ليه الادب صحيح؟ لا 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 معلش، امسحيها فيا انا ست ساندي، حاكم البيل لسه جديد في الشرب والحكايه قلبت معاه بغمه. الله، مش بقول الحقيقه، ده حاجه واحده ملطخه وشها وانت تقول عليها من تخفيلك لهطه القشط. طب خليها تغسل وشها كده هتلاقيها شبه توفيق الدقي. عاجبك كده يا سهاني؟ جايب لي ناس تهزاني؟ قوم قوم، الله يخرب بيتك، هتودينا في داهيه. متشكرين قوي يا اخوانا، السلام عليكم. انا اسف، حقك عليا، ما تزعليش. انا يعني انا اسف قوي، لو كنت هزرت معاك هزار تقيل ولا حاجه. دي فرصه من عيله في نيله يا فندم. اشربي اشربي يا ساندي، اشربي عشان تنسي.